الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله علما خالصا متقبلا منك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاءنا الضيف العجول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجيء رجب فكان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فبلوغ رمضان هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا. كم كنت تعرف من صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. كلنا لازم نتساءل سؤال: كيف أن شهر رمضان امتناع عن الأكل والشرب وقيام بالليل وقراءة قرآن ومشقة، وبالرغم من ذلك فإن المسلمون يفرحون بقدومه؟ إنه شغف الروح يا سادة، فإن جاعت البطون ويبست الشفاه فللروح رأي آخر. فالحياة حياة الروح، والحياة حياة القلوب، والحياة هي الانتصار على الشهوات وعلى الرغبات وعلى النفس. فإن انتصرنا على الشهوات والرغبات وعلى النفس انتصرنا على كل الأعداء. ولذلك كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غزواته، أكثرها كان في رمضان، ومعارك المسلمين الذين انتصروا فيها أكثرها كان في رمضان. وما أقرب حرب 73 في العاشر من رمضان، فانتصر جيشون الباسل واستعاد سيناء الحبيبة في رمضان. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يدعون 6 أشهر أن يبلغوا رمضان، ويدعون 6 أشهر الأخرى أن يتقبل الله منهم أعمالهم. وقد باع قوم من السلف جارية، فلما جاء عليهم رمضان وبدأوا يتأهبون لشهر رمضان سألتهم: لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا: نستعد لرمضان. قالت لهم: أتصومون في رمضان فقط؟ فقد كنت عند قوم كل العام عندهم رمضان، فردوني إليهم. ولذلك إن الله عز وجل لا يريد تجويعنا ولا تعذيبنا، فإن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن الغرض الأساسي من الصيام كما أخبرنا به الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والغرض لعلكم تتقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. وسيدنا علي بن أبي طالب يقول: التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فالغرض من الصيام هي تهيئة القلوب وملء القلوب بخشية الله والرجاء وتقوى الله عز وجل. فإذا فسد الناس في زمن من الأزمان فلا نردهم لله عز وجل بالتشدد والتنطع، ولكن نردهم بتهيئة القلوب وغرس تقوى الله عز وجل فيها. فإن المسلمون لا يقادون بالسلاسل ولا بالإجبار إلى طاعة الله عز وجل، ولكن بتهيئة القلوب ومراقبة الله عز وجل. ولذلك كان السلف يقولون: تجوع بالنهار وقم بالأسحار، ترى العجب العجاب من الله الواحد القهار، ومن شبع بالطعام حرم القيام. ولذلك لا تكن صائما صوم العوام فتمتنع عن الطعام والشراب، ولا تمتنع جوارحك عن المعاصي، ولا تطمح لصوم الخواص فتمتنع عن الطعام والشراب وتمتنع جوارحك عن الطاعة، ولكن الروح لم تشبع، ولكن القلب لم يصوم، ولكن صم صوم خواص الخواص، فامتنع عن الطعام والشراب، وامنع جوارحك من المعاصي، واجعل القلب موصول بالله، واجعل الروح في أنس الله، فلا غل ولا حسد
ولا طمع ولا حرص. اللهم بلغنا هذا الشهر واغفر لنا ذنوبنا وتقبلنا وارزقنا الثبات على الطاعة، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.